Allez, là-bas, monsieur. Alors, vous là-bas. تجانس في عملية التخليف للكومة. الكومات المحضرة في مشروع تحضير رسم العضوية هي عبارة عن مخلفات النخيل السعف، يتم جرشه وإضافة بعض المواد مثل الأسمدة الحيوانية والتربة بشكل محلق حتى نزيد التنوع الأحيائي داخل الكومة. طبعا عملية التحلل هي عملية تحلل هوائي، هذه العملية تتم خلال مدة قصيرة 50 إلى 60 يوم، نحصل على صماد عضوي كومبوست عالي الجودة بمواصفات جيدة، خالي من بذور الأدغال وغني بعناصر غذائية، أيضا خالي من المسببات المرضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل الكومة أثناء عملية التحضير التي تصل أحيانا إلى 65 درجة مئوية، وهذه كافية لقتل بذور الأدغال والمسببات المرضية. مثل ما تعرفون الأسمدة العضوية لها أهمية كبيرة في تحسين خواص التربة وإمداد النبات بالعناصر الغذائية الضرورية خلال موسم النمو. العالم الآن بدأ يتجه منذ فترة بعيدة باستخدام الأسمدة العضوية في تحسين التربة واستخدامها في الزراعة العضوية بدلا عن استخدام الأسمدة الكيماوية التي بدأت آثارها تظهر بشكل واضح على الصحة والبيئة بشكل عام. مثل ما تلاحظون ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد الأبكرة من داخل الكومة، هذا ناتج عن نشاط الأحياء التي تعمل على تحلل هذه المواد العضوية وتحويلها إلى صماد عضوي ذو قيمة غذائية عالية بالنسبة للنبات. عملية التخليف والترطيب تتم في وقت واحد لإكساب الكومة الرطوبة الملائمة واللازمة لعمل ونشاط الأحياء المحلية.